عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في صحة جيدة. وصفات اقتصادية لوجبة الغداء أو للعشاء، سهلة جدا وسريعة، كتبقى وصفات خفيفة وصيفية. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو بالاقتراحات اللي فيه ينالوا الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش أنكم تخلوا لي لايك، تعليق على الفيديو، وإلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة مرحبا بكم. ويلا نبدأ في أول اقتراح إن شاء الله. بالنسبة لهذه الصينية اللي غنشارك معكم إن شاء الله، ممكن تحضروها بالدجاج أو لا بالكفتة. كمية قليلة منهم ماشي بزاف، فكنحتاج هنايا جوج ديال البصلات. استعملت هذه البصلة، هذه الخضارية، استعملوا غير البصلة العادية اللي فرمتها ناعمة كما كتشوفوا وخليتها على جنب. خديت طريفات ديال الدجاج اللي زدت عليهم شوية ديال الربيع مع شوية ديال الثومة، هذا معجون ديال الثوم حضرته معكم أكثر من مرة، رائع جدا وضروري يكون عندكم صراحة، لأنه كيسهل بزاف ومذاق ديالو زوين. غتلقاو الوصفة أو الطريقة ديالو في صندوق الوصف. كذلك غادي نزيد واحد شويه ديال الحامض مصير اللي غادي نقطعوه هكا قطع صغيره، كيعطي واحد لوكو اللي زوين بزاف بزاف. غنزيد توابل خرقوم بلدي، غنزيد كذلك شويه ديال السكنجبير، وغادي نضيف الابزار او التحميره. تقريبا كنستعمل في هاد الشرموله التوابل كلها الابزار من غير الكمون، هو اللي ما كنستعملش، والملح طبعا. غادي نشرمل الدجاج ونخليه على جنب. خديت البطاطا اللي غادي نقطعها هكذايا دوائر كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للسمك ديالهم ما يكونش رقيق بزاف، وكذلك ما يكونش غليظ بزاف باش ما ياخذش لنا الوقت بزاف في الطياب. تقريبا كما كتشوفوا 1 سنتيمتر في السمك. غادي ناخذ البطاطا وغادي نحاول انني نفرش منها واحد الطبقه فوق من هذاك البصل اللي وضعته في الاسفل كما كتشوفوا. من بعد غادي ناخذ الدجاج ديالنا غنضيفوا عليه زيت الزيتون وغادي نخلطوا الكل. من الافضل انه صراحه يتشرمل من قبل وتخليوه ليله كامله في الثلاجه الا كان عندكم الوقت، الا ما كانش ممكن ديروه ديك الساعه ماشي مشكل. غادي نحط الدجاج في الوسط بهذا الشكل هذا، ممكن تستعملوا غير كميه بسيطه ديال الدجاج، راه ماشي ضروري يكون دجاج كتير. صافي، وغادي نغطيه بطبقه اخرى ديال البطاطا. بالنسبه للشرموله زدت عليها شويه ديال الماء وغادي نخويها من الفوق، وغادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون من فوق البطاطا. غادي نغطيها بورق الفرن من بعد ورق الالومنيوم، وغادي ندخلها للفران طيب. تقريبا كتاخذ ما بين نصف ساعه حتى 40 دقيقه على حسب كل فرن. كتجي واحد كيجي واحد الطبق اللي هو خفيف بزاف هكذا للغدا بالنسبه للفصل الصيف. هاد الخضر هادو، جوج ديال حبات طماطم، جوج ديال حبات الجزر، جوج ديال البطاطات، وبصله وحده صغيره. غادي نقشروا جميع المكونات. غناخذوا اول حاجه البطاطا اللي غادي نحاولوا اننا نقطعوها مكعبات اللي تكون متوسطه الحجم، ماشي صغيره بزاف وكذلك ما تكونش كبيره، فقط باش ما تشجش لينا بزاف ديال الوقت في الطياب، يعني باش تسلق لينا بسرعه. غادي نقطعوها مكعبات على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا بها هي الاولى باش توجد ليا بالزربه. غنديرها في ماء سخون باش نسلقها. ممكن تنسمو البطاطا ديالكم باوراق ديال الرند او برشه ديال الزعتر اللي بغيتو. نضيف عليها شويه ديال الملحه ونخليها حتى تسلق على خاطرها. غادي ناخذ البصله ديالي اللي غادي نشلضها هكذايا مكعبات صغيورين. بالنسبه للحيله اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل ديال شحد السكاكين، صراحه حيله رائعه، والدليل انها قرضت لي حتى صبعي. فالا كان عندكم هاد السكاكين هادو ما ترميوهمش، راني خليت لكم فيديو في صندوق الوصف كيفاش ترجعوهم ماضين. خديت مقلاه وضعت فيها كميه من زيت المائده، ممكن تخلطوا الا بغيتوا مع زيت الزيتون. وهذه الثومه اللي حضرت معكم كذلك في نفس الفيديو، رائعه جدا، شي حاجه اللي طوب طوب والله، بنينه بزاف وكتبنن الماكله. اي حاجه درتوها فيها كتعطي واحد المذاق خطير. غنشحرها شويه مع الزيت وغادي نضيف البصله. العافيه دائما تكون مهيله باش البصله ديالكم تشحر وما تحرقش، يعني تعسل ويبقى المذاق ديالها زوين.
غادي ناخذ الجزر وغادي نحكوه في الحكاكه الرقيقه. فهنايا غنعطيكم بعض الاختيارات، الى ما بغيتوش ديروا الطريقه اللي درت انايا فممكن انكم تقطعوه مكعبات وتسلقوه مع البطاطا، ولكن انا كنفضل صراحه بهذه الطريقه هذه، كيجي المذاق ديالو لذيذ وكيطلق الحلاوه في مع الحشوه. فهنايا من بعد ما حكيته غنخليه جانبا. غادي ناخذ طماطم غنقطعها كذلك حتى هي مكعبات صغيره، ممكن تضيفوا حتى القرعه الخضراء حتى هي تحكوها بنفس الطريقه بحال الجزر، فانا ما كناكلهاش الصراحه، ما كتعجبنيش فاستغنيت عليها. هنا من بعد ما تشحرت لنا البصيله غادي نزيدوا عليها المطيشه، ودائما على عافيه المهيله باش هكذايا ما تحرقش لنا البصله وتطلق لنا مروره. غادي نضيف الجزر اللي حكيت، وممكن تضيفوا كذلك حتى القرعه الخضراء اللي تكون حتى هي محكوكه، وممكن كذلك حتى الكرنب او المكور او ليشو حتى هو بنفس الطريقه. غنضيف الملح، الابزار، شويه ديال الخرقوم او ملون، وشويه ديال التحميره، واعشاب منسمه كتبقى اختياريه. صافي غنشحروا مع بعضياتهم حتى ينسجموا. وفي هذه الاثناء هذه راه البطاطا ديالي تسلقات، ضروري انها تكون يعني طابت مزيان، دخلها الطياب مزيان. غادي نضيفها على باقي المكونات اللي في المقله، غادي نشحرهم واحد شويه بين ما ينسجموا مع بعضياتهم. وغنضيف شويه ديال ربيع طري، صبور ومعدنوس اللي مقردين رقاق، وصافي كنطفي مباشره البوطه. وغادي نخلي الخضر على جنب باش ندوز نحضر صلصة البيشاميل بطريقة سهلة جدا وناجحة. خديت هنايا في قميلة او في كسرونة ملعقة كبيرة ديال الزبدة، انا استعملت غير الزبدة ديال البواطة، ضفت عليها ملعقة كبيرة ديال الدقيق الابيض، وعلى عافية متوسطة كنبدا نحرك المكونات بجوج حتى كيبان ليا هذاك الدقيق تبدل ليه اللون ولا اللون ديالو يعني شويه ذهبي، والزبده تكون دابت دائما مع التحريك المستمر. فهاد الاثناء غادي نبدا نضيف الحليب بالتدريج. بالنسبه لصلصه البيشاميل اللي كنحضر فكتكون خفيفه ماشي عاقده، هكذا انا كنبغيها. فالا كنتو كتبغيوها تكون عاقده ممكن تضيفوا ملعقه اخرى ديال الدقيق. غنبقى مستمره بالتحريك مع اضافه الحليب تدريجيا باش ما يبقاوش عندي التكتلات ديال الدقيق. نضيف الملحه ونضيف الابزار، ودائما مع التحريك المستمر. غنضيف هنا جوج ديال الحبات ديال الفرماج المثلت كيعطي واحد اللذه رائعه لصلصه البيشاميل وكتجينا بنينه اكثر. خديت المول اللي غادي ندخل الفران، وغادي ناخد اول حاجه صلصه البيشاميل غندير منها واحد شويه هكذايا في المول، ممكن تستعملوا مول مربع اولا اي مول عندكم، انا كيعجبني هذا صراحه كيجي فيه الكراتان زوين في المنظر. غادي نحاول هكذايا نبسطو، ندهن هكذايا المول ديالي بشويه ديال صلصه البيشاميل، من بعد غادي نحط فيه الخضره، وغادي نحاول هكايا نقادها في المول. فكيجي واحد الكراتان اللي ساهل وخفيف طريف للعشاء، بنين وكيعجب كبير والصغير. من بعد غادي نجيب صلصه البيشاميل وغادي نفرغها كامله على السطح بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا الصلصه ديالي كتجي خفيفه، ما كتجيش نهائيا يعني ثقيله، انا هكذا كتعجبني، وكل واحد والذوق ديالو صراحه. انا ما كتعجبنيش تكون يعني قابطه في راسها بزاف وثقيله. صافي من بعد ما بصت الصلصه هكذايا على الوجه ديال الخضره، غادي نجيب فرماج احمر ولا موتزاريلا اللي بغيتو، وغادي نحكو هكذايا في الحكاكه الرقيقه. وصافي غادي ندخل الكراتان ديالنا للفران مشعول من التحت ومن الفوق حتى يتحمر ويتكراتينا. تقريبا كياخذ ما بين 30 و 35 دقيقه كيكون يعني طايب، حيت كلشي المكونات كما شفتوا راه طايبه، فقط كنتسناوه يتحمر. وهذا هو الشكل ديالو، خليوه يتحمر وياخذ داك اللون الذهبي من الفوق، كيجي بنين صراحه بزاف بزاف، وكل ما برد كيجي الروع. انا كيعجبني حتى كيبرد ويقبض في راسو عاد كناكلو، فكيعجبني يكون هكذا بارد. فانايا غادي نقطعو لكم فقط باش نوريه لكم، اما هو من الافضل انكم تخليوه حتى يدفى باش ديك الصلصه ديال البيشاميل كتقبض راسها اكثر وما كتبقاش يعني سايحه بزاف. كيبقى واحد الاقتراح اللي هو بسيط
ولذيذ، وهكذا تنوعوا فيه، تنوعوا به في فصل الصيف. راكم عارفين كنبغيو الوجبات الخفيفه. الى عجبكم هذا النوع من الفيديوهات خليوا عليا في التعاليق. ديال العجين السائل كنحتاجوا ليه كاس ديال الحليب، هنايا ملح وابزار، وهنايا هادو اعشاب منسمه، زيت الزيتون نصف كاس، بيضه كامله، والدقيق كاس ونص. وغادي نبداو على بركه الله في البول ديالنا ولا في كاس الخلاط الكهربائي اللي كتوفروا عليه. نحتاجوا بيضه كامله، كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال زيت الزيتون، الملح، الابزار، وشويه ديال الزعتر. غادي نمزجو المكونات مع بعض مزيان. هنايا عبرت كاس ونص ديال الدقيق، غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الخميره، تقريبا واحد ربع ملعقه ديال الخميره، وصافي. غادي نضيف الدقيق غير بلوه، وانتم كتحركوا في نفس الوقت، يعني كتضيفوا الدقيق ديالكم تدريجيا. صافي، هذا هو القوام ديال العجينه كما كتشوفوا، كتجي عجينه اللي هي سائله. غادي نخليوها على جنب واحد جوج ديال الدقائق. جيبوا مقلاه اللي تكون غير لاصقه، ندهنوها بشويه ديال الزيت. هنايا غادي ندير جوج ديال البيتزات، لان هذه الكميه اللي شفتوا معايا كدير جوج ديال البيتزات، كنت صغار البيتزات اللي هما صغار. صافي، وغادي نصبوا الخليط ديالنا، غادي نحاولوا نقسموه على جوج. نحاولوا هكذا نسيحوها، غادي ندير الكمية المتبقية. صافي، من بعد ما قسمت العجينة ديالي غادي ندوز مباشرة للحشوة اللي ديجا كلشي المكونات ديالها واجدين عندي. غنبداو أول حاجة بصوصة البيتزا اللي شاركتها معكم من قبل، غادي تلقاو الفيديو ديالها في صندوق الوصف إن شاء الله. كتنفع صراحة، يعني شي حاجة اللي ساهلة وسريعة ودغيا كتوجد، كتبقى ممكن تحتفظو بها لأطول مدة. غادي نحاول هكا نوزعها. غادي نضيفو الزيتون مقطع، ممكن ديرو ليها الحشوة اللي بغيتو. عندي هنايا الطون اللي حتى هو غادي نفردتو من الفوق هكا، وغادي نضيف اخر حاجه اللي هي الفرماج، سواء فرماج حمر او لا فرماج موتزاريلا. انا عندي هذا الفرماج الشيدر، غادي نحكوه هكا بحكاكه رقيقه، والزيتون الزيتونه كحله باش نديكوريو بها، وصافي. غادي نديروهم يطيبوا على عافيه اللي تكون مهيله، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 15 17 دقيقه كيكون واجدين. وضروري ما نغطيو البيتزا ديالنا، وانا عندي غطا واحد كيجي قد هذه المقله وقد هذه الطنجره، فضروري تغطوا البيتزا ديالكم. وغادي نديروها طيب ويلا نطلق. صافي، ملي كتبدا كتبان لكم كتحمر من الجوانب والفرماج كيكون داب، كتطفيو عليها وصافي، راه كتكون وجدات البيتزا الثانيه هي حتى هي
تبدا كتحمر من الجوانب، هذاك الفرماج تيدو وصافي غادي نقدموها دابا. راه دغيا كيوجدوا، والبيتزا صبحات موجوده كما كتشوفوا، كتجي واحد البيتزا اللي طريه، العجينه ديالها راه كتجي هشيشه بزاف وخفيفه ولذيذه بزاف، ما نعاودش لكم صراحه كتجي لذيذه، واهم حاجه لانها انها كتوجد في دقائق، يعني بالزربه كتوجدوا البيتزا ديالكم، فكتجي طريه محمره من الاسفل وسهله. كذلك هنا البيتزا الثانيه كما شفتوا، فكتحضروهم جوج بيتزات في دقه، راها كتجي محمره وكذلك كتجي طايبه مزيان. هذا الاقتراح هذا كنحتاجوا فيه اي نوع ديال المكرونيه او لي بات اللي متوفر عندكم. انا استخدمت هنايا هاد لي بات ديال الفيس، ممكن تستعملوا اي شكل اخر. عمرتها بالماء وغادي نضيف عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون وغادي نديرها تسلق عادي. بالنسبه للشرموله فغادي نحتاج ليها واحد البصله اللي تكون كبيره، غادي نحكها هكا في الحكاكه الغليظه. هذا الطبق هذا كيعجب الوليدات الصغار بزاف وكيجي خفيف هكا لوجبه العشاء وسهل وبدون لحوم. غادي نضيف كذلك واحد الفص ديال الثوم، الفص يكون كبير اولا، ممكن تستعملوا معجون الثوم الا كان متوفر عندكم. غادي نحك كذلك واحد الحبه ديال الطماطم، حبه اللي تكون متوسطه الحجم، نزول ليها الزريعه ونحكها كذلك. ولا ممكن تطحنوهم في الميكسور الا بغيتو، انا كنفضل نحكهم كيجيو افضل، يعني في الشرموله كتجي خاطره اكثر. غادي ندير في التوابل شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره تقريبا ملعقه صغيره عامره، شويه ديال سكنجبير والخرقوم البلدي وشويه ديال الابزار، زيت الزيتون او لا الزيت العاديه اللي كتفضلوا، والملح طبعا على حسب الذوق. نخلطوا هذه المقادير وغادي نديروا شويه ديال الربع ونديروهم فوق البوطه يتشحروا مزيان على العافيه اللي تكون مهيله، ما تجهدوش عليهم باش هذوك الخضار يطلقوا الماء ديالهم. من بعد ملي كتبدا هذيك الشرموله كتغلي، غادي نضيف عليها ثلاثه ديال المعالق تقريبا ديال هذا الماء هذا اللي كطيب فيه المكرونيه اولا لي بات. هذا الماء كيكون غني بالنشا وبالتالي كيعاون ان هاد لاصوص تعقد لينا. غادي نضيف شويه ديال الطون، هنا راه عندي غير نصف علبه ديال الطون، ماشي ضروري، ممكن انكم تستغناو عليه الا ما كانش عندكم في المنزل. صافي غنخلط مزيان، ومن بعد ملي كيطيبوا ليا لي بات كنصفيهم من الماء وكنضيفهم على هذيك لاصوص من بعد ما كتكون اختارت لينا مزيان. كنخلطها مزيان حتى كيتمزجوا مع بعضياتهم. كندوزو باش نحضروا صلصه البيشاميل اللي كنحتاج فيها ملعقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الملحه، وملعقه كبيره ديال الدقيق الابيض، عافيه تكون مهيله باش ما تحرقش لكم الزبده. كنحركوهم مزيان حتى كيبدا كيتجمع لينا هذاك الدقيق. كنضيفوا الحليب بالتدريج تقريبا ربع لتر زائد نصف كاس، يعني تقريبا نصف لتر ما كاملش. كنضيف جوج حبات ديال الفرماج باش كنغلي هذيك صلصه البيشاميل وكتجيني لذيذه، دائما نفس المول. كنوضع فيه شويه ديال صلصه البيشاميل من الاسفل، نحاول هكا نفرشها في المول، ومن بعد كنجيب لي بات. الا كان المول ديالكم عالي ممكن تقسموا الكميه على جوج، انا المول ديالي هابط كما كتشوفوا، فغندير الكميه كامله ديال لي بات دقه واحده، ومن بعد غادي نضيف عليها الكميه كامله ديال لاصوص بيشاميل من الفوق ونحاول نغطيها بها. غنحكي عليها الفرماج موتزاريلا اولا الفرماج احمر اولا شيدار اللي متوفر عندكم. كندير واحد الطبقه هكا خفيفه وكندخلها للفران تقريبا نصف ساعه العافيه من التحت ومن الفوق حتى كتحمر وكتكراتينا، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت لان كاع المكونات تقريبا راهم طايبين. وهي من بعد ما تحمرات كتجي رائعه جدا، واحد الوصفه اللي سهله وكتعجب الدراري الصغار بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله هاد الاقتراحات كاملين اللي شاركت معكم يعجبوكم. الا بغيتوا ان شاء الله مزيد من الوصفات السهله والاقتصاديه خليوها ليا في التعليق، نزل لكم ان شاء الله جزء ثاني يكونوا فيه وصفات مختلفه، وصفات متنوعه بالخضر وكذلك لي بات.
لان بزاف الناس كيعشقوا لي بات وكيبغوا انهم يحضروهم بطرق مختلفه وتكون طرق اللي هي سهله وصحيه. وخليتكم على خير، السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.